طارق لا برق وينك طارق لا برق طارق لا برق وينك لا طارق لا برق طارق لا برق وين مفارق الليل وما عيوني سارق وينك صلاة الجمعة اليوم جمعة؟ ها جمعة اليوم كيف؟ مش أمس خميس؟ أمس خميس؟ عد امشي توضى ونجي كي ساقد روحة يا كريم يا الله بسم الله سمح ماشرية هذه لبسة العيد ما نلبس فيها إلا من جمعة لجمعة بس لكن تخطر علي لبسة الفرح يا ماشر قال لك وعلي الحليل وعلي الحليل ترمك لي أنا شوالة وليه يا قيسك هاي طولنا عصلة ادعي يا نشوال بلك السنة يصير منا ادعي ما تقبش مد نوجك بيه ما على الله صعيب ما على الله صعيب هاي وين خليك هان تسترك هالسمس وتنشك الريح لي سنين لابسة من وناس غير لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله العظيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي الصلاة يا أبو سلمين هاي سكر الدكان ولحق لحقين علي الفلوس اللي تلزوا فيه الدنيا وما دايم فيها لوجه ربك حول الله رأت أنا مليك اللي صاحبين السلام عليكم السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم اليوم سنتحدث في موضوع يمس حياتنا اليومية ألا وهو حسن الجوار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ظل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت إنه سيورثه ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه أوصيكم ونفسي بحسن الجوار واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب الحمد لله يا اخواننا فيه مقترح ب
بإقامة مقبرة داخل المنطقة، والموضوع هذا فيه مصلحة للجميع، وكيف ما يقولوا الموت ما مات. تو نهدرزنا الشيخ برقوبة بارك الله فيه في هالموضوع، وإن شاء الله معناك إلا الخير. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ايش قلت له ديروا هذا؟ قلت له نطلع من الجامع نلقى كل سوات. لا قلت له ديروا عفيف الشعير. العام هذا كم زوازت نقتلنا. هات القهر. يا عليك كلام. تقول ديرين فينا بالعين يا مسر. كم بتقول تطلبوا هنا؟ لا قاعدين. ها؟ قاعدين لكم خلاص. هيني هالبشور العش نديروا قشر يميله تاكلوا صويبعاتكم وراه. جميله بين نغيروا دبشنا ونجوا خلاص. هيا الحقوني. هيا 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 هي رقد الدريه. هيا وهذه السهره يا برقبه كلها. تو عاد جيت تبقوا على خير في الساعه. تو وين ماشي تو انت؟ ماشي براكت يا راجل. اهل عمي شر البيت ما راه الا الغدا واتي. انت غداهم بعضنا وجازتي. كيف وجازت كيف؟ عدي براكتك تغدى فيها غادير. انت مريم حسن؟ نعم. عدي الراوية قول لهم تعالوا غدا. خش. وجازت. عطني دعوة كأنك صافي أنت. مويلة. آه. كلنا عندي ناكل شرمولة مراجعة خير من الدنيا وما فيها. علم الله. بعد تصفى النية العشة 900 يا مشري. أيوة. صحيحة صحيحة ما خسرنا عليكم لا شيء. مراجع كريم راوي مويلة. آه وصاحبنا. جيب طماطم أخرى. جيب آه. جيب طماطم. جيب حطنا. خير يا رعويتنا. بسم الله الكريم الرحمن الرحيم. كانك يا قال لكم برقبة جازت وتعالوا تغدوا عندنا. تعالوا كلوا بايو وجيب معك باتك. كم برقبة داير غدا. والشرمولة من يريد اكلها كل عن روحك. والله ما تحش مع رجوكم. الله وخسر فيكم القدر يا جرب. والله ما ظني لو خلوه عشاء خير حتى ارجع مويله. دار الشرموله. الجبانه مهمه يا برقبه. البعيد توفى واحد من هالشياب نلقوا وين ندفنوه؟ مش خير ما نمشوا لعند اخر الدنيا. مزبوط يا برقبه. الموت كل يوم تكرر والشياب اللي عندنا كلهم مصدين حدودهم. الحمد لله. زيد يا برقبه. خير غلب عدب النا منك تغديت عن سوده. انتو غير اشقوا بالحييمك وما الموتين. صلاتكم على الزين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحقيقه انا اجتماعتنا والشيخ برقبه عليه موضوع الجبانه. والشيخ برقبه بارك الله فيه تبرع لنا بشريكه وطاء من ارض اللي بحري مقلب الشراب. وطبعا الشكر رد كفاء. فرايت من الواجب ان نسمو الجبانه باسمه، يعني مقبره الشيخ برقبه. الله اكبر. يا ابو سلمين. مرحبا مرحبا تفضل. ردوك شويه يا ابو سلمين. الحر شاركك. رايت يا ابو سلمين انت عارف ان الهمندي مش قاب وكل برقبه بيضحك علينا. هني ما قالهاش يا ربي نهارات. تكيف يضحكوا علينا. انعم يضحكوا عليك. تكيف يسموا الجبانه باسم برقبه واسم شيء ابنك كان. اي والله حرام. نهارات لا غلطانين. نهارات
يا فقي زيدين قوم خاطري عند مقلب الشراب خير هنا. ايوا قريب باش بعد من هنا طول انتبرت المكان ليس عائقا يا برقبه. ايش لا تقابلك ما تبات خلا. اي والله ارجع بشواش يا حواري كانك يا قوبه ياكل حر لا شر. لا حر وشر هل الاثنين الشيطان اجبال ودرتوها مقبره وما قلنا شيء لكن لسم تفهموا فيه. لسم تفهمنا فيه كلنا قدام هذه المنطقه وموافقين. هل المنطقة موافقين؟ والهمندعي وين؟ عاد الهمندعي عينا شيخهم والكلام عينا. واش حصلت يا قوبة؟ عاد الهمندعي شيخهم أبو سلمين واللي يديرها أبو سلمين ماشي. انتبر وصد يا برقبة وتم غير تنهض. كيف؟ لا كيف لا ذكر ظليم لا سبع أرباع. الجبانة هث يا تقعد باسمنا يا نكملوا فيها كلنا ويصير نهار أسود اليوم هث. باسم من؟ باسمنا. تعال جاي تعال. والله مش عاجبك الاسم يا مش عاجب. تعال 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 حتى انت يا عليك كلال وخلاص. كل ما جي حاجه للمنطقه يا مشري يديروا عليها عركه. اي أيوة والنبي تحقهم تقول تريس كبار لكن لا قول ما هناك بكر يا مولاي. هذا مش ندوت مشري ويلا اش في يا ابو سلمي ترى فضلنا هالبراكه عندنا بها شغل وخلوا برقبه اذا كان براكه الا جبينا غادي وهالكلام يصير منا يا ابو سلمي يصير ياك مجالد عليك ام حد والله متحاكين مع حد اجل 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 ريت ابو سلمي ما يطلع منا انقلب حناش ارقط عمرك ريت هذه تصرفات صبيانيه يا قوبعه. ايش؟ طبك هذا حتى العويل ما يديروه يرى. والطب اللي يدير فيه قرينك مزبوطه حتى الموت ريد ياخذ برباحه. يا قوبعه يا قوبعه قول خير يا راجل. الجبانه هذه ما ندري عن من يطب فيها قبل الاخر. ريت نحن تو ندعو الاجتماع اتفاهموا فيه مع بعضك. الاجتماع يكون في مكان محايد. محايد محايد. ها؟ محايد. ايوه هي ها. لا نعرف محايد. لا سبع أرباع لا ذكر ظليم يا راجل قول خير سبحان الله وبعدين تو ندعيهم الاجتماع ونتفاهموا على كل حاجة وبعدين الجبالة ما ندري ما يطب فيها الأولي نطب فيها نحن لا حول الله يا ربي والله اللي كنت قعدت على هتريش لولات خير ايش حسك قلت؟ لا سلامتك سلامتك لقى منا شاهي تقول ناس حين اسم الله الكريم الرحمن الرحيم صرغتك ابو سلمين يا ملاهي الهمندعي به بلا بكل لكن خير مو ابو سلمين خساره يا ابو سلمين خساره وتريد تقعدوا معي هنا في العشاء يديروا لنا حل في الجبين اللي جارك على روسنا ثير يعولونا على غدا واحد يكبر النار والاخر يدير لنا الشاي هيا ابوي يا ملاهي ابو سلمين امشي سكين ان شاء الله اش درت يا فقي زيدان والله درت راي ان شاء الله يناسب الجميع غير يجوا الاطراف الاخرى قبل اهم جوا اهم جوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله دعوتونا للاجتماع وها نحن هنا وسبالك يا شيخ قوبعه خلي يجي الشيخ مسلمين وجمعته قبل عليك وقت اللي حتى قزح تم شيخ واهو الشيخ مسلمين جاء ياك مو جالد عليك شي حد والله متعاكين مع شي حد صلاتكم على الزين يا جماعه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نظرا للحساسيه والمشاكل اللي سايره على موضوع الجبانه انا عندي مقترح حتى انا عندي مقترح في ظهري له يومين متعبني حط يدك ترى حط يدك اسكت انت وشنو هالمنطرح يا فقي زيدان انا نقول ان اللي تصير عنده حاله وفاه الاولي تسمى الجبانه باسمه شنو رايك وافق ابو سلمين شي ابن كبار كلهم راه وافق يا قوبعة عندنا عزيز ملحد على الطقة حتى انت وافق يا برقبة كراعك في الركيب راهو اسكت وفيها خيرة وفيها خيرة وفيها خيرة, وفيها خيرة. جازت يا سيدي
الله يقطع رياتك يا فقيه زيدان. رأس المنطرح اللي جابه بعدها باخذ تعطيب مغادي، حتى اللي غلبان السعي صح. بسم الله الكريم الرحمن الرحيم. كأنك انت خير يا ابو كلبه. خير يا حسن. صار توا ما يعطونا الجبانه اني نموت عندنا شايب. هذا يا سيدي اتفاق عيان المنطقه. فاش تحس روحك برقبه؟ اطلع 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 مراضي يا المخلوق. والله الدفنه اللي خذيتها خاطئه يا المخلوق. ادي لهم. رمت على هالعزاز يا ويله. برمنا علينا كل الكويسات بعد الحنسه. خلاص الجبانه توجيه من نصيب عيت برقبه والله عيت الهمندي. هذاك نحن شيابنا ما يموتوا الا من 100 وفوق. وانت كم عمرك يا قوبه؟ انت صغير 35. كان سمعتوا عيطه ولا سمعتوا شي حاجه قاعد راقد جوا. لا لا 35 كل شيء فوق من 100. سمعتوا شي عيطه شي بصيره يا عويله؟ لا قابه والله. خلاص هالجبينة الساعة تجي من نصيب عاد برقبة ولا عاد قوبعة؟ نهارات يا ابو سلمين. يا ابو سلمين كان لك يا ولد تعز الغلبانة. تعال شوف. الله يبشرك بالخير. ازعم الشيب عوض شنو حالته؟ اش داير تو؟ لا انا بري. داروا له ظنيه عملية وكويس تو. باهي. والعزوز رابحة؟ توفى توفى. عليك بخت يا سي. اس 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 واحد يكح اس. تي لا لا هذه عنز عنز من بشمرة. ريت وجب. عندي كم خطة خبر وما خبرش. ما تخطر حتى عجل لعزرك. شنو 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 مشت حلو جدا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الجبانة تمت لنا. الجبانة تمت لنا. الجبانة لنا. حني حني مزرعة هيش هرش هرش يا راس. الناس العزوز يا راس العزوز. لا يا راس. نزدي حني نزدي حني. عليك بخت بختنا. حس عياد من عند برقبة يا بصمي. ويك علي حني. ويك 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 عياط منين يا عويله؟ ان شاء الله عندنا. لا بختك عطيبه يا برقبه. عياط من عند برقبه. لا يا رش. نعم يا عليك بخت. الله يبارك 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 الله يبارك. جبنا لنا على لنا جبنا. اه الله يبارك. شيب مسعد حتى في الموت غلبنا. عمرك رايت يا حواري؟ من العجوز اللي ميته يا برقبه؟ حني. حنك؟ اه حنك بالهازمين ميتة. الهازمين لكن هذا وين دفنيها؟ سلام قول من رب الرحيم. شيلوا هيا. هيا 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 هيا. ارجع بشواش يا حواري. ارجع بشواش. هذه شنو يا برقبة؟ ها؟ هذه شنو؟ هذه عنوز ميتة. هذا مال اللي جاي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الله يرحمه ويسامحه. الله يرحمه ويسامحه. خلاص حزة ما تتشرف. ما جابتها الا تركت. الله يرحمه ويسامحه. الله يرحمه ويسامحه. عش امور عش امور. الله يرحمه.